championship, so they show they can step up the level, and they did today. In situations, especially one-on-one situations that are difficult to defend for us by different reasons. Level of contact and the type of fouls that are called make us maybe be a little bit scared about the contacts. هو كان في مشاكل في النص الاول من المباراه بخصوص الريباوندات، لكن في النص الثاني من المباراه في السكند هاف كنا عارفين حسنا المشكله من حيث الديفنسيف ريباوندز. بالنسبه لفكره ان الاهلي ممكن يكون عنده مشكله في التحكم في المباراه، احنا محتاجين ناخد بعين الاعتبار ان فريق كيب تاون فريق قوي جدا، وعلى كلام الكوتش بتاعه هو فريق ما لعبش كتير مع بعض، لكن طلع النهارده وادى اداء جيد جدا، وده اثبت ان هم فريق قوي، ولكن في الاخر في بعض الحاجات اللي احنا محتاجين نحسنها. No, I think we're far. I think we're still far. We are far. We're getting there. I just told my players something in the same way, but I think we have to be more consistent. And we have some moments during the game that we are good, offense and defense, and then especially today game, some moments, especially second quarter and third quarter and last quarter, where we showed some inconsistency. So we try to get there to the championship level, but I think we still will find. سؤال الكوتش، هل شايف ان فريق الاهلي بيلعب بمستوى فريق البطوله؟ لكن الكوتش رد قال لا، احنا بعاد قوي عن المستوى المطلوب ان احنا نبقى فريق قادر ان هو يفوز بالبطوله، لكن احنا في الاتجاه الصحيح وماشيين في الاتجاه الصحيح وبنتحسن كل يوم وماشيين في الاتجاه اللي يقدر يوصلنا لاننا نبقى فريق بطوله. محتاجين بس بعض الاستمراريه في الاداء، ما نبقاش كويسين في اجزاء من المباراه، ونيجي بالذات في مباراه النهارده في الشوط الثاني والرابع ما كناش بالاداء المطلوب، ما كناش بنفس الحته اللي احنا كنا بنلعب بيها.